اول باش توصل لها كاع ديك التجربه ديالك زعما داخل الراس اللي تكون عندك الحمد لله السير هذا عنده قابليه كبيره السيد كيشتغل سيريو معقول اي حاجه كتطلب منه شي داكشي يقوموا بها لا هو لا لا سي سفيان داك بالرحو يعني حراس في المستوى الكبير كيشتغلوا وكنا منتظرنا يكون هذا المستوى ديالهم اهداف ديال كودو يعني الفريق اللي كما تنقول لك يعني يلاه زعما يلاه طلعوا هذه السنه هذه اول هدف خصنا تبتو زعما داك البقاء ولا سيما هذه السنه هذه كما تعرف جام الجميع يعني غيطيحوا جوج وجوج غادي يلعبوا داك المقابله داك زعما داك ديال داك الفصل غادي نحاولوا ان شاء الله باش نكون حنا بعاد نحاولوا نصبوا داك الفريق في وقت اللي غيكون داك مبكر بالنسبه عندنا يعني واحد الضغط بعدا كبير يعني اول حاجه يعني غنلعبوا قدام الجماهير ديالنا يعني الصراحه كنا متحمسين باش نلعبوا قدام الجمهور ديالنا الكبير الحمد لله يعني نقدر نقول لك هذه احسن هديه لهذا الجمهور هذا الفوز بفريق كبير فريق الوداد نقدر نقول لك هادشي اللي كانوا تيشتغلوا عليه زعما داك اللعابه والحمد لله ربي يسر لينا وقدمنا مقابله كبيره باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تي في تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس